في منطقة تسمى العبيدية، غنية بالذهب في أعماق الصحراء، والتي تقع على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة السودانية، يوجد مصنع يخضع لحراسة مشددة يسميه سكان المنطقة بالشركة الروسية، لكنه في الواقع وحسب تقارير صحفية غطاء لتمويه نشاطات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية التي تهرب الذهب إلى موسكو. فكيف أصبحت إمبراطورية فاغنر غنية في السودان؟ في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان من روسيا مع الحب، يتحدث الكاتب عن نشاطات غامضة لرجل روسي يدعى يفغيني بريغوشين يهيمن على مناجم الذهب في تلك المنطقة ويمنح العطايا وأجورا أفضل للعاملين هناك. ووفقا لمسؤولين غربيين، فأن بريغوشين الذي كان يعمل طباخا لدى بوتين وتحول إلى رجل أعمال وحامي نفوذه في إفريقيا هو محور عمليات فاغنر في السودان، لكنه ينفي علاقاته معهم ويحاول إخفاءها من خلال شبكة من الشركات الوهمية والسفر عبر القارة الإفريقية على متن طائرة خاصة لعقد اجتماعات مع الرؤساء والقادة العسكريين. وحسب مقال نيويورك تايمز، فإن فاغنر بدأت نشاطها في السودان منذ عام 2017، بينما حصلت على امتيازات أكبر منذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في انقلاب أكتوبر الماضي. وتتلخص تلك الامتيازات في الترخيص لفاغنر بإنتاج كميات كبيرة من الذهب وتهريبه إلى موسكو بهدف تعزيز مخزون الكريملين من هذا المعدن لمساعدة بوتين على تقوية الروبل وتجاوز العقوبات المفروضة على بلاده بسبب حربه على أوكرانيا. وانطلاقا من غرب السودان، تدير مجموعة فاغنر أنشطة مرتزقتها في الدول المجاورة مثل تشاد ومالي وليبيا، حيث الاحتياطات الهائلة من اليورانيوم. لكن ما هو المقابل الذي يحصل عليه النظام العسكري الحاكم في السودان من موسكو؟ ترى نيويورك تايمز أن روسيا تساعد قادة الجيش السوداني المتعطشين للسلطة على سحق الحركات السودانية التي تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.